صباح الهنا والجمال عليكم، صباح التفاؤل، صباح الابتسامه، صباح مليان خير وبركه باذن الرحمن. كل سنه وانتم طيبين واجازه سعيده على كل اللي كانوا بيصيفوا او كل اللي كانوا في اجازه. اجازه سعيده عليكم يا رب، وعيد سعيد، ويا رب يا رب يا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركه وسعاده كده وفرح من ربنا ان شاء الله. وحشتوني من اجازه العيد، من قبل اجازه العيد كمان، بس راجعين ان شاء الله بوصفات جديده، بوصفات قديمه، بوصفات ان شاء الله تحلي يومكم من اوله لاخره كده. في اكلات يعني اكلات بتشعر بيها بالسعاده، يعني اكلات لما بتاكلها كده بتحس ان انت مستكانيوس كده او منشكح. الاكلات اللي احنا هنعملها النهارده دي هي دي اللي تخلي الواحد مستكانيوس كده وهو قاعد في الاجازه. عارفه ان في ناس كتير او ما نزلتش شغل النهارده، هيبداوا شغل من بكره ان شاء الله، فده يوم مناسب كده ان احنا نلم اللحمه بتاعه العيد اللي فضلت كلها ونبدا نعمل بيها اكلات مختلفه علشان نحسس ولادنا ونحسس جوزنا اللي قاعد اجازه في البيت ان احنا عاملين اصناف جديده ملهاش اي علاقه بالعيد خالص. بس احنا بينا وبين نفسنا بقى ست البيت المدبره عاملينها ببواقي اللحمه اللي موجوده عندنا في العيد. بواقي اللحمه ايه هي؟ مش هقول اللي هي في الفريزر، مش هقول اللي هي النيه اللي هنسحب منها، لا انا عايزه بواقي اللحمه المسلوقه. عملنا فته كتير ويا رب الخير كله يبقى موجود في بيتكم يا رب. اللحمه المسلوقه في ناس كتير قوي بتفضل منها لحمه مسلوقه ما تبقاش عارفه تعمل بيها ايه. هنعملها هي هي او هنعمل خضار ونحطها فيه؟ لا، النهارده هنعمل ان شاء الله اربع طواجن، ثلاثه منهم بالبواقي اللحمه المسلوقه، والطاجن الرابع ان شاء الله باذن الله هنعمله بلحمه مفرومه. يعني ايه بلحمه مفرومه؟ يعني هنعمل طاجن الكفته بالتحابيش. هنشوف ايه هي التحابيش بتاعتنا دي، وهنشوف الاربع طواجن بتوعنا اللي هنعملهم النهارده شكلهم ايه. عندي اول طاجنين هنبتدي فيهم، طاجن اللسان عصفور باللحمه العصافيري. يعني ايه لحمه مع عصافيري؟ يعني اللي هي لحمه متقطعه صغيره بالشكل ده، اكنها زي الكبده العصافيري بالظبط. ليه مسمينها عصافيري؟ عشان متقطعه صغيره كده زي ما احنا شايفين. دي بواقي لحمه مسلوقه مقطعينها قطع صغيره بالشكل ده، ومحمرين كيس لسان عصفور، ومعايا بصلتين او ثلاثه مفرومين، كزبره خضراء، كزبره ناشفه، زبده وزيت، ومعايا رشه جوز الطيب، ومكعبين مرقه، و بس ادي اللي انا عايزاه. حاجات كلها موجوده في البيت، الخير دايما عندكم موجود يا رب. حاجات كلها هنستخدمها علشان نقدم طاجن جديد وطاجن مختلف. المقادير هتنزل معانا على الشاشه عشان نكتبها او نصورها، وهنشوفها واحنا شغالين. مقاديرنا على الهوا عشان تصوروها او تكتبوها، وهنشوف مقاديرنا بتتكلم ازاي او مقاديرنا بتقول ايه. مقاديري بتقول ان انا معايا، مش هنقول نص كيلو، كميه لحمه مسلوقه من اللي عندنا ومقطعينها عصافير. يعني ممكن نشيل كميات اللحمه علشان اللي حاسس اللي حابب ان هو ما يعملهاش بالكيلو هيبقى موجوده عنده مسلوقه. معايا كيس لسان عصفور او زي ما حسب ما انت عايزه، ممكن كوبايه كوبايتين زي ما انت عايزه، بصلتين مفرومين ناعم، معايا كمان معلقه كبيره ثوم مفروم او معلقتين، معايا حزمه كزبره خضراء متقطعه بس ورق بس مش عايزه عيدان، ومعايا معلقتين كبار زبده، ومعلقه زيت، معلقتين كبار زيت سندباد، ومكعبين مرقه، ومعايا معلقه كبيره كزبره ناشفه، ورشه جوز الطيب، والملح والفلفل الاسود، وشويه ميه مغليه صغيرين اللي هنعمل بيهم اللسان عصفور بتاعنا. هنبدا كده بسم الله، نبدا بنعمل ايه. عندي طاسه او حله، بسم الله الرحمن الرحيم، فيها زيت وزبده بالشكل ده. طبعا اللسان عصفور عندي متحمر وركنته على جنب. يا اما عندي طريقتين للتحمير، يا اما احط شويه زيت سندباد واحمرهم فيه، يا اما هحطه في الفرن يتحمر من غير اي مواد دهنيه خالص. اللي انتوا عايزينه اعملوه. حطيت كده البصلايه اهي مع الزبده والزيت، وعلشان تدبل معايا وتتعمل بسرعه هنروح رشه الملح ورشه الفلفل الاسود بالشكل ده كده علشان يطرى معانا ويستوي معانا بسرعه. كل حاجه عندنا مستوي، لسان عصفور متحمر ولحمه مسلوقه مستوي، فمعنى كده ان الطاجن بتاعنا مش هياخد وقت. واصبح على حبيبتنا واحلى محلويه في الدنيا واقول لها وحشتيني وعيد سعيد عليك يا رب، ماما بشرى صباح الهنا. الو، مين والنور وكل الورود اللي في الدنيا. صباح الجمال على عيونك يا حبيبتي. كل سنه وكل اللي في القناه طيبين يا رب، كلهم حبايب قلبي عشان ما انساش حد. كل سنه وهم طيبين وحشين طيب. جدا. انت وحشتهم اكتر يا حبيبتي والله. وعايزه اقول لهم ان النهارده 25/8 اجمل يوم في الدنيا عشان نونه حبيبه قلبي اتولدت فيه. ما تحرمش منك يا رب. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. طيبه يا حبيبتي. وعقبال مليون سنه. الله يبارك في عمرك يا رب. الدنيا كلها والشاشه وكل. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك في عمرك يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. الله يخليك يا حبيبه قلبي. تسلمي لي، تسلمي لي. وتسلم ايدك على اللي بتعمليه، والحمد لله على السلامه. الله
يسلم عمرك. كل سنه كده وانت السنه الجايه تكوني على عرفات باذن الله. يا رب الله. اللهم امين جماعة ان شاء الله يا حبيبتي. يا رب يا نونا. تسلمي لي وحشتوني كلكم والله. ان شاء الله يا حبيبتي. وحشني. تسلمي لي ويسلم عمرك يا رب من كل شر، وان شاء الله نبقى احنا وكل حبايبنا على جبل عرفات باذن الله. ويسلم لي صباحك اللي زي العسل يا حبيبتي. وانا بكلم ماما بشرى عملت ايه؟ حطينا زبده وزيت وحطيت عليه البصلايه مع رشه ملح ورشه فلفل اسود. دبلت معايا ورحت نازله بالثوم على طول، ثوم يعني كزبره ناشفه. حطينا الاثنين مع بعض مع مكعبين المرقه ورشه جوزه الطيب. الطواجن اساسيها رشه جوزه الطيب، مش عايزه تحطي جوزه الطيب ما فيهاش اي مشكله، بس بتدي شمخه كده غريبه وطعم غريب وطعم مميز للطاجن بتاعنا، علشان كده انا بحطها وكل حاجه معقوله في كميتها ولا ضرر ولا ضرار، يعني ما بتضرش. مش شرط ان احنا نكتر منها. عملت ايه دلوقتي؟ حطيت بصل مع زيت وزبده وحطيت ثوم وكزبره ناشفه ومكعبين مرقه ورشه الملح والفلفل الاسود. بقوا بالشكل ده، انا مش عايزاهم يتحمروا. ليه؟ مش عايزه اغمق الطاجن بتاعنا، انا عايزاه ان هو يبقى مصحصح وفاتح كده. عندي ايه فاضل؟ عندي اللحمه اللي احنا مقطعينها المسلوقه من بواقي العيد، قطعناها عصافير بالشكل ده. نزلت على البصل والثوم والكزبره الناشفه في منتهى الجمال. هستكفف كده؟ لا طبعا، انا عايزه ان الطاجن بتاعنا اديله تطعيمه زياده كمان. كزبره خضراء هتدينا تيست اعلى. انا عايزه الورق بس ما يبقاش ان هو عيدان. نفرم الورق بس كده، ما تستغربوش ان انا حاطه كزبره خضراء، جربوها مش تندموا، بتدي تيست حلوه قوي، بتدي طعم مميز لطاجن اللسان عصفور. مجرد ما شمت النار ريحه الكزبره اصلا بقت مميزه في المكونات اللي احنا حطيناها كلها. بالشكل ده كده. كده فاضل ايه؟ اللسان عصفور بتاعنا اللي هو متحمر بالشكل ده. بصوا شويه زيت صغيرين هيطلع بالشكل ده كده. هنروح حاطينه على اللحمه وابدا اقلب كل المكونات. نيجي دلوقتي لعقد الميه. يعني ايه عقد الميه؟ يعني كميه الميه او المرقه. عندنا مرقه طبعا شايلينها من العيد من اللحمه بتاعت المسلوقه، هنتعامل بيها عادي. ما عندناش هنستخدم الميه، لان انا حاطه اصلا مكعبين مرق الدجاج بالشكل ده كده. في هنا تكه صغيره قوي. ايه هي؟ كميه الميه اللي احنا هنحطها. هل كميه الميه اللي احنا هنحطها هتبقى هي هي الكميه واحنا بنعمل شوربه لسان عصفور؟ لا طبعا، انا عايزاها كميه اقل. ليه؟ انا عايزه لسان عصفور يطلع معايا مفلفل زي الرز كده، مش عايزاه ان هو يطلع معايا شوربه. علشان كده هنحط مقدار قليل، يا دوب بس ان هو يسوي لسان عصفور. اللحمه عندي مستويه، البصل مستوي هو والثوم طبعا بالشكل ده. يا دوب انا عايزه مقدار يسوي لي اللسان عصفور. بسم الله الرحمن الرحيم. ميه طبعا تبقى عندي سخنه، ولو مرقه برده تبقى سخنه. بس انا مش عايزه اكتر من كده. هل هسويه بره كده؟ لا، لسه في تسويه في الفرن. انا مش هسويه بره. اسمه طاجن لسان عصفور باللحمه العصافير، معنى كده ان هو هنسويه في الفرن. بس انا عملت المكونات كلها بتاعته بره علشان اشتغل براحتي، وبعد كده اروح احطها في الفرن واحطها في الطاجن، اسفه، واحطها في الفرن. ناقص بس ان انا ادوق الملح بتاعه اشوف هو محتاج ملح او حاجه تانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو اساسي محتاج شويه فلفل اسود صغيرين. بسم الله. ملحه مظبوط قوي. ليه؟ اللحمه عندي مسلوقه فطبعا متبله، حطيت مكعبين مرقه على كيس اللسان عصفور، طلع معايا بالشكل ده. انا كل اللي انا عايزاه دلوقتي شويه فلفل اسود صغيرين وبس. كان الله بالسر عليم، الحمد لله على كده. شويه الميه اللي احنا حطيناهم لما احطه في الطاجن هروح حاطه شويه صغيرين كمان. ادي الطاجن بتاعنا اهو. صباح الفل يا منى. الو، صباح الهنا على عيوني. عامله ايه؟ ربنا يخليك، انا بحبك قوي. تسلمي لي حبيبتي، رب ربنا يخليكي. كل سنه وانت طيبه وبالف خير يا رب. وانت طيبه، ربنا يخليكي. الحمد لله على السلامه. الله يسلم عمرك من كل شر حبيبتي. اموريني، ليكي اي طلبات؟ لا شكرا، انا ما فيش وصفه والله مش بعملها، وبحب كل وصفاتك يا حبيبتي. تسلم ايدك يا رب. بصراحة أنا معجبة بيكي قوي. ربنا يبارك في عمرك حبيبتي، تسلمي لي، ما تحرمش منك. ربنا يخليك يا رب. قولي لي، طب مالكيش أي طلبات، أي وصفة عايزانا نعملها في الأسابيع الجاية؟ لا والله حضرتك مش مخلينا محتاجين حاجة. تسلمي لي حبيبتي، ربنا يبارك في عمرك يا رب، تسلمي لي. ربنا يخليك. تسلمي لي حبيبتي، نورتيني يا منى،
ولسان طيبه، وربنا يجعل يومك كله خير وبركه ان شاء الله يا حبيبتي. كده الطاجن بتاعنا تمام، هنلفه بفويل ونحطه في الفرن. طيب ماشي، هنحطه في الفرن شويه ياخد التشميعه بتاعت الفرن، وبعد كده هلفه بفويل لمده، مش هنقول نص ساعه، مش هنقول نص ساعه، ربع ساعه بالظبط، وهكشف عليه او هشوفه واشوف ان هو بدا يستوي ولا لا. دخل في السوى، هروح قافله بالفويل، او ممكن ان انا اقفل بالفويل قبل ما احطه كمان في الفرن علشان ياخد الشمخه بتاعه الفرن، ياخد السخونيه بتاعه الفرن. الفرن مشغلاه على درجه حراره 200 من قبل ما ابدا في اي حاجه خالص، ما عندناش درجات حراره للفرن، يبقى درجه حراره فوق المتوسطه بشويه. تمام، حطيناه في الفرن وهنشوف شويه كده، او 10 دقائق او اكتر من 10 دقائق شويه، ونشوف بدا يفلفل معانا وبدا يستوي ولا لا. ده كان اول طاجن معانا، طاجن اللسان عصفور باللحمه العصافيري او ببواقي لحمه العيد. انا النهارده مش مستخدمه لحمه نيه، كل اللحمه اللي عندي مستويه من بواقي العيد. صباح الفل يا ام احمد. الو، الله يخليك. ايوه صباح الفل. صباح الخير، كل سنه طيبه وحضرتك بالف صحه وسلامه يا رب. تسلميني. والنبي عايزه بس استفسر منك استفسار بسيط. اموريني. اللحمه بس بتاعتي لما ذبحتها سبتها شويه، فاما اجي اسلقها بلاقيها غامقه، اتصرف فيها ازاي؟ الايه؟ معلش عيدي تاني السؤال. اللحمه بتاعتي لما ذبحتها قبل ما احطها في الفريزر، جيت لقيت منها حبه لقيتها غامقه. غامقه؟ ممكن تكون غامقه يعني انت سبتيها بره كتير؟ غامقه مغمقه، الحمار بتاعها مغمق ولا مزرقه؟ ولا مزرقه؟ لا غامقه، احمر غامق. ده من تعرضها للهواء الاحمر الغامق، وهتحسي ان هي ناشفه شويه كده. تمام، ده من تعرضها للهواء حبيبتي، هي ما باظتش. طب اتصرف فيها ازاي؟ ما فيهاش اي مشكله، هتغسليها عادي كويس قوي، واما تيجي تسلقيها هتديها صدمه، ما تحطهاش في ميه على طول، لا سخني النار مع شويه زبده وشويه زيت واديها كده برضك. طلعت غامقه؟ طلعت غامقه برضو. طب طلعت غامقه من السلق مثلا؟ يعني لا، يعني شوحتها ببصله كده وبسمنه وبتاع، برضك لقيتها غامقه. ماشي حبيبتي، ما هي اساسا اللحمه لما بتتشوح ببصل وملح وفلفل اسود لازم بتغمق شويه، ادام ريحتها ملهاش ريحه مش حلوه، وادام طعمها مش حلو، ولا مزرقه ولا مغدره ولا الكلام ده كله. بصي حبيبتي، انا سالت جزار تمام، قال لي ممكن تقشري الطبقه الاولانيه زي البفتيك. ما هو عشان تقشري الطبقه الاولانيه دي هتقشري منها كتير، بس هي مش بايظه، هتقشريها ليه؟ هي غمقت بس من يعني تعرضها للهواء. هي بس يا ماما تعرضها للهواء بس هو اللي مغمقها، لكن هي مش بايظه، هي ما فيهاش اي حاجه. نورتيني باتصالك حبيبتي. طب ليه نقول مقادير؟ طب ونعمل خطوه قبل ما نطلع. طيب ماشي، هنيجي دلوقتي لطاجن التقليه اللي بيعمر الدماغ. يعني ايه طاجن التقليه؟ زي ما بيقولوا كده، بيقولوا في الصعيد هنعمل طاجن لحمه بالتقليه اللي بيعمر الدماغ. يعني ايه بيعمر الدماغ؟ كمية البصل اللي فيه هي اللي بتعمر الدماغ، كمية البصل أكتر من كمية اللحمة، كمية البصل اللي احنا هنحطها، البصل فيه نوع مضاد للأكسدة. أما الواحد بياكل بصل تحس إن هو بيحس إن هو عايز ينام، عايز ينام، حتى لما يقول لك إيه طفل صغير مثلا عنده 6 شهور أو عنده سنة عايزه ينام ويسترخي، وأكله رز البصل اللي هو اللي بنعمله للسمك اللي هو الصيادية. واكل قدامك حاجه فيها بصل كتير هتلاقي ان هو جسمه بدا ان هو يسترخي وينام. كميه البصل اللي في طاجن اللحمه ده هو اللي بيعمر الدماغ، بيعمر الدماغ ويخلي الواحد كده زي ما قلت لكم في اول الحلقه مستكانيس كده او منشكح، واكله كده وفي عالم تاني خالص. الميزه في الطاجن بتاعنا النهارده او التكايه اللي في الطاجن بتاعنا النهارده ان لازم البصل يكون ضعف اللحمه، يعني انا لو عامله كميه لحمه كيلو مثلا او نص كيلو لازم على طول البصل يبقى الضعف. عامله كيلو لحمه 2 كيلو بصل، ما تستكتروش كميه البصل. ممكن الناس تقول ايه لا كميه البصل كتير، ايه الطاجن اللي هيتعمل ده؟ جربوه وبعدين تشوفوا، جربوا الحاجه وبعدين احكموا عليها. عندي لحمه مسلوقه، انا النهارده ربنا كرمني بكيلو لحمه مسلوقه، فضل من بقيه العيد قطعته شرايح زي ما انتم شايفين كده زي الشاورما، علشان يبقى مختلف عن اي تقطيعه تانية، الشرايح اللي هي بالطول دي كده علشان يبقى مختلف واحنا بناكله. قطعت البصل نفس النظام نص شريحة بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. هعمل ايه دلوقتي؟ عندي طاسة كبيرة او حلة كبيرة على النار، فيها ايه؟ فيها زبدة وزيت سندباد،
مقادير هتنزل معانا على الشاشه دلوقتي. مقاديرنا سهله وبسيطه، ما تعتبرش مقادير. انا عندي لحمه مسلوقه من باقي العيد وهقطع عليها كميه بصل، زبده وزيت عشان ان انا، حاضر ثانيه واحده، ادي الزبده وادي زيت سندباد حطيناهم علشان ندبل فيهم البصلايه. عايزه البصلايه تدبل لكن ما تحمرش، تدبل لكن ما تحمرش بالشكل ده كده. هنزل بالبصل، ما تستكتروش كميه البصل دي، مجرد ما تدبل معانا برشه الملح ورشه الفلفل الاسود اللي احنا هنحطهم، مش هتتخيلوا الكميه هتبقى نازله معانا عامله ازاي، هتقل خالص بالشكل اللي هنشوفه مع بعض. انا دلوقتي حطيت زبده وزيت سندباد وحطيت البصل ورشه ملح ورشه فلفل اسود، وهقلب وهشوح لحد ما يدبل معايا ويبدا ان هو اسمها ايه اسمها ايه، لا يتكثف، يعني قل كميته، هتبقى اقل من كده بكتير، يعني قل يتكثف، لا يتكثف يعني يقصر، يعني ما تلخبطنيش ان هو يبقى تصدقها يعني بطلت لخبطيني، ان هو يقصر، يقصر يعني ايه يقصر؟ يعني الحاجه لما بتفضل تغلي على النار، او ان هي زي ما بنيجي نسبك طماطم كده بنقول ان هي بتقصر، يعني كثافتها بتتقل معايا لكن بتقل كده، صح؟ حاضر. حطيت البصل مع الزبده والزيت، ورحت حط عليهم رشه ملح ورشه فلفل اسود، وهقلبه وهشوحه لحد ما ان هو يدبل معايا خالص، لكن ما يوصلش لدرجه ان هو يتحمر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. قلنا المقادير بتاعتنا، هي نزلت مقاديرنا وشلناها صح؟ طيب مقاديري كانت ايه؟ كميه من اللحمه، واهم حاجه يكون البصل ضعفها ويكون نص شريحه بالشكل ده. هزود عليهم ايه؟ هزود عليهم كوبايتين صلصه طماطم من صلصه العيد. اكيد طبعا مسبكين صلصه طماطم وشايلينها من العيد، يبقى انا كل دوت بعمل اعاده تدوير للحاجه اللي بقت عندنا من العيد. هطلع فاصل وارجع من الفاصل، مش هعمل فيه اي حاجه غير ان انا هقلب البصل بتاعنا عشان ما يتحمرش، هحط فويل على طاجن لسان عصفور بتاعنا اللي في الفرن بدا يغلي معانا، وشكله بقى ان هو هيبدا ان هو يشرب ميته ويفلفل. فاصل صغير ونرجع نكمل طاجن التقليه اللي بيعمر الدماغ، وعندنا اتنين طاجن كمان، طاجن الخضار المشكل وطاجن الكفته بالتحابيش. اوعوا تروحوا في اي حته، فاصل صغير ترجعوا لي على طول نكمل بقيه وصفاتنا. رجعت من الفاصل، عملت ايه في الفاصل؟ ما عملتش حاجه غير ان انا طلعت طاجن اللسان عصفور وقفلته الاول بورقه زبده، بس قلبته تقليبه بشوكه كده ان هو بدا ان هو يتشرب ميته وبدا يفلفل معايا زي ما انا عايزه بالظبط. حطيت على الوش ورقه زبده ورحت قافله بورق فويل ورحت حطاه في الفرن تاني عشان يكمل سواه. عملت ايه تاني؟ فضلت اقلب البصل بتاعنا لحد ما بصوا شكله عمل ازاي، ما اتحمرش لكن دبل. بصوا كميه البصل اللي احنا كنا حاطينها اللي كانت هايشه قد كده، بصوا لما دبلت معانا بقت عامله ازاي. ايه اللي غمقه كده؟ حطيت له ملح وفلفل اسود وحطيت له كمون وكزبره ناشفه. ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، ما حطيتش اكتر من كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. فاضل لي ايه؟ فاضل لي كوبايتين صلصه الطماطم كده، هتلاحظوا ان انا مش حاطه كميه كبيره من الطماطم، انا مش عايزه ان هو يكون مململ، مش عايزه ان هو يكون صلصته كتيره، لا انا عايزه يا دوب. بصوا طماطم اصلا متسبكه، عندك الصلصه اللي هي بتاعه العيد اللي هي محطوط عليها ثوم، ما فيهاش اي مشكله، مش هتقول لنا لا، بالعكس هيطلع طعمها احلى واجمل بكتير كمان. بصوا كده اما حطيت الصلصه كده، فاضل ايه؟ فاضل شرايح اللحمه المسلوقه من بواقي العيد، هتتحط طبعا هي متبله اصلا ومسلوقه متطعمه بالشكل ده كده، واروح حاطه اللحمه بتاعتنا. بسم الله، هتاخد غلوة واحدة كل حاجة عندنا مستوية، لحمة مستوية، البصل معانا مستوي، كل حاجة متبلة، ناقص حاجة واحدة بس علشان تديني اللي أنا عايزاه اللي هي ايه؟ هنعملها بالمفروك، هسيبها تغلي غلوة واحدة، ممكن ازودها شوية مية صغيرين، وبعد كده هديها لفة بالمفروك. المفروك ده في ناس كتير قوي ما تعرفهوش من الجيل اللي هو الجديد، لكن امهاتنا وجدودنا اكيد عارفين ايه هو المفروك، اهل الصعيد اكيد عارفين ايه هو المفروك، وهنشوفه دلوقتي شكله عامل ازاي. بس لما تاخد معايا غلوه احط لها شويه ميه صغيرين، وتاخد غلوه وبعد كده
اعملها بالمفراك ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. ايه لازمه المفراك؟ ان هي يعني تكسر لي البصل شويه. كان ممكن حد يقول لي طب ما انت كنت ممكن قطعت البصل اصغر من كده. لا، انا عايزه البصل كبير زي ما هو كده، نص شريحه، ده ما يعتبرش كبير، انا مش عاملاه شريحه كامله. لما يتعمل بالمفراك التكسيره بتاعت المفراك ليها طعم تاني، التكسيره بتاعت المفراك ليها كمان شكل تاني، بتدي اصاله وعراقه للوصفه نفسها. فهنشوف لما ياخد معانا غلوه بالشكل ده كده اهو، هنسيبها تاخد غلوه ونشوف نظبط الملح بتاعها، ندوق كده. طبعا اللحمه مش ملحه اصلا، البصل بتاعنا حطينا عليه فلفل وملح. بسم الله الرحمن الرحيم. اي سنه ملح صغيره. حد يقول لي ممكن طب ما انت بتدوقي ليه؟ طب ما اكيد مش هتاكله يعني، او احنا مش هناكل. لا، انا لازم زي ما بعمل بالظبط لينا زي ما انتم ما بتعملوا في البيت، اكيد بتدوقوا الاكل وانتم واقفين، واكيد تظبطوا الملح بتاعه. انا زيكم بالظبط، زي ما بتعملوا في البيت زي ما انا ما بعمل، علشان الحاجه تطلع معايا مظبوطه. ده طاجن التقليه او اللحمه بالتقليه. ممكن حد يقول لي طب ما هو ده هو اللحمه بالبصل. لا، مش هو اللحمه بالبصل، كميه البصل اللي احنا حاطينها اكتر من كميه اللحمه. حته ان احنا نحط له صلصه طماطم ديت ما بنحطهاش للحمه بالبصل. تقطيع اللحمه ديت احنا ما بنعملهاش في لحم البصل، بنعملها مكعبات كبيره شويه. دي على قد اللقمه. يعني ايه على قد اللقمه؟ ده اللي انا بتكلم فيه، ان لما نعمل بالمفراك البصل هيدينا تكسيره في البصل نفسه، هيبقى قد قطعه اللحمه. نمسك اللقمه نروح مغمزين كده، هيطلع كله مع بعضه في لقمه واحده، ما يبقاش حته مدلدله وحته طويله عن اللقمه شويه. ده الهدف من ان احنا نستخدم المفراك. نيجي دلوقتي للطاجن التالت. ايه هو الطاجن التالت؟ عامله طاجن كفته بالتحابيش. يعني ايه كفته بالتحابيش؟ هي الكفته بتتعمل طاجن يا لونا؟ بتتعمل طاجن، حتى لو ما بتتعملش احنا نعملها طاجن. هتبقى مختلفه، التطعيمه بتاعتها هتبقى مختلفه، وكلها حاجات من اللي موجوده في البيت. لحمه مفرومه عندنا من بواقي العيد، شايلينها في التلاجة. عندنا ليه من بواقي العيد، هنفرم كل ده مع بعض وهنشوف هنعمل بيها ايه، وايه هي التحابيش بتاعتنا. مقاديرنا نزلت على الشاشه، مقاديري بتقول ان انا معايا ايه؟ كيلو لحمه مفرومه بالشكل ده كده اهي. المقدار اللي هقوله هنزله على طول علشان نشتغل مع بعض. كيلو لحمه مفرومه، حط عليه ربع كيلو ليه مفرومه، تفل بصلتين. يعني ايه تفل بصلتين؟ يعني ان انا امسك البصل اضربه في الخلاط، يا اما ابشره بالمبشره واعمل كده. بصوا كده، انا مش عايزه فيه اي ميه، يا اما احطه في مصفى واعصر علشان انزل كل الميه اللي فيه بالشكل ده كده، يا اما عندي شاشه، عندي حاجه صغيره اعصر فيها بالشكل ده. بصوا عصرته خالص اهو، واخده تفل مش اكتر بالشكل ده كده. يبقى حطينا كيلو لحمه مفرومه، ربع كيلو ليا، وتفل بصلتين مبشورين. معايا معلقه ثوم، معايا ايه تاني؟ اربع طماطم شرايح، كيلو بطاطس شرايح. انا عايزه احط دول هنا علشان هتبلهم لوحدهم. ادي البطاطس، وادي الفلفل، وادي الطماطم، وادي فلفل حار شرايح. مش عايزه الفلفل الحار ما تحطهوش. وادي الاخضر، وادي بقدونس مفروم ورق بس مش عيدان. بصوا كده، قبل ده هعمل ايه؟ فلفل اسود. انا بتبل الطاجن الاول، بتبل التحابيش، ما تبلتش لسه اللحمه. وادي ملح، وادي معاهم رشه جوز الطيب. تاني نسيبنا من الكفته دلوقتي، هقول لكم مقاديرها وهقول لكم تتبيلتها ايه وهنصبحها ازاي. اجي للتحابيش بتاعتنا. التحابيش بتاعتنا كانت عباره عن ايه؟ بصل، اسفه، بطاطس وطماطم وفلفل حار وفلفل رومي بالشكل ده، ملح وفلفل اسود، وادي شويه زيت سندباد حوالي ربع كوبايه كده. حاجه تاني؟ لا، مفيش حاجه تاني. هروح عامله كده، ولا رصه ولا الكلام ده كله. انا عايزه كله يبقى شارب من بعضه، ملح وفلفل اسود وجوز الطيب، اكتر من كده مش عايزه. ومعاهم شويه زيت سندباد بالشكل ده كده، كله يبقى شارب من بعضه، ما عملتش رقات ولا اي حاجه بالشكل ده كده.
اجي بقى هنا للكفته، عملت فيها ايه؟ كيلو فلفل، كيلو لحمه معاها تفل بصلتين عصرتهم قوي وحطيته، ربع كيلو ليا معلقه ثوم كبيره، معايا ميه البصل هصبع بيها، معايا ايه هنا تاني؟ ادي فلفل اسود وادي ملح، اكتر من كده مش عايزه، ولا ثوم بودر ولا بصل بودر ولا بهارات لحمه ولا اي حاجه. التوابل الاساسيه بتاعتنا بتدينا تطعيمه مختلفه خالص. هعجن كل ده كده مع بعضه وهبدا اصبع بميه البصل اللي احنا خدناها من التفل بالشكل ده كده، اللي هي مع الكفته واللحمه اللي احنا حاطينها مع البصل. بصوا كده، لما تتخيلوا بقى لما كل دوت يتحط على طاجن البطاطس ده او التحابيش بتاعتنا دي، واللي هي تسلى كده من الفرن وتنزل على البطاطس، تخيلوا طعم البطاطس نفسه هيبقى عامل ازاي. كده عمل ليها. صباح الفل يا حنين. الو الو الو، صباح الهنا. ازيك يا شفنون؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. كل سنه وانت طيبه. تسلمي لي يا حبيبتي، يسلم عمرك من كل شر. كل سنه وانت طيبه يا حنين. وانت طيبه. ممكن اعرف طريقه العيش السوري؟ العيش السوري، حاضر عيوني. ليك اي طلبات تانية؟ شكرا، نورتيني حبيبتي باتصالك. اكتبي يا جنة عشان عيون احلى حنين في الدنيا. عيوني حاضر. يعني هتتفاجئوا او هتستغربوا من حجم صباع الكفته اللي انا عاملاه. كل ده صباع كفته؟ اه كل ده صباع كفته. لما يتحط في النار ويستوي في الفرن هيقل شويه عن الحجم ده. عايزين لما نيجي ناكل صباع الكفته نلاقيه مالي مركزه، ما يبقاش ان هو حته صغيره كده مش باينه بالشكل ده كده اهو. عندنا طاجن لسان عصفور باللحمه العصافيري في الفرن، عندنا طاجن التقليه عايز يتقلب ويتحط في الطاجن، بس هخليه سنه كمان لحد ما اخلص الكفته بتاعتنا. الكفته بتاعتنا، التحابيش بتاعتنا اللي هي البطاطس والفلفل والطماطم، حطينا عليهم ملح وفلفل اسود وجوز الطيب وربع كوبايه زيت سندباد وملح، قلبنا كله مع بعضه بالشكل ده مع الفلفل الحار. طبعا انا من عشاق الفلفل الحار، مش عايزين تحطوه ما تحطوهوش، ما فيهوش اي مشكله. بالشكل ده كده قلبنا كله مع بعضه، ورحنا حاطينه في الطاجن ومسكنا الكفته بتاعتنا، كيلو لحمه مفرومه حطينا عليه ربع كيلو ليا، ومعاه تفل بصلتين، ومعاهم ملح وفلفل اسود، اكتر من كده مش عايزه. بالشكل ده كده، ولا حطيت توم بودر، اه حطيت معلقه توم كبيره فريش عشان تطعم لي الكفته بتاعتنا، وعشان كمان لما تنزل مع الليه اللي هتسلي معانا تنزل على الكفته على البطاطس هتدينا تطعيمه حلو قوي. بالشكل ده كده، عايزين تعملوا الكفته لوحدها من غير الطاجن ما فيهاش اي مشكله. ممكن بقى نزود عليها كوبايه بقدونس، برضو الورق بس من غير العيدان، ونروح مصبعينها. اهم حاجه تكون اللحمه حمراء ما يكونش فيها دهون، كفايه الدهون اللي في الليه. ونروح عاملينها مصبعينها وحاطينها في صينيه وحاطينها على النار او حاطينها في الفرن زي ما انتوا عايزين، ومعاها شويه زيت. الزيت هو اللي هيفك الليه، ما نحطش معاها زبده، شويه زيت سندباد حلوين كده هتلاقوها عملت الكفته في منتهى الجمال. ميه البصل تبقى بسيطه خالص علشان الكفته بتاعتنا ما تفكش مني. بالشكل ده كده اهو، ما تستغربوش حجم الصباع. لما تدخل الفرن تستوي هتكش شويه وهتشوفوا ان حجم الصباع ده مناسب جدا للي احنا بنعمله. حاضر، ثانيه واحده. طيب اوكي، هطلع فاصل. هعمل ايه في الفاصل؟ هكمل بقيه تصبيع الكفته بتاعتنا، الطاجن التقليه باللحمه بتاعنا ده الصعيدي هشوف هقول لكم دلوقتي. طيب مش هحطه في الفرن لما ترجعوا لي من الفاصل عشان نعمله بالمفراك سوا ونشوف هيبقى شكله ازاي بعد ما البصل بتاعنا يتقطع بالمفراك. فاصل صغير نرجع نكمل بقيه وصفاتنا، شويه صغيرين وراجعين وهتروحوا في اي حته ومستنياكم.
رجعت من الفاصل عملت ايه في الفاصل؟ ما عملتش اي حاجه غير ان انا بصيت بصه على طاجن لسان عصفور لقيته ما شاء الله مفلفل وطالع زي الفل، بس حطيته تاني. طاجن الكفته بتاعنا شويه زيت كده زي السندباد، ورحت رشاهم على الكفته من فوق الوش، وحطيت 3 قرون فلفل. انا عايزه اوريه لكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهر معاك كده. كل اللي عملته شويه زيت سندباد حطيتهم على الوش، ورحت حاطه كام قرن فلفل على الوش كده علشان يدوني شمخه زياده، عشان انا بحب الحاجه السبايس طبعا. في فلفل تحت حار خلاص تمام، في فلفل حار تحت، لكن ان هو يبقى مديني زي تحميره كده او لسوعه تبقى حلوه قوي. عملت ايه في طاجن التقليه؟ كل اللي عملته رحت حطاه في الطاجن بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده، واديته لفه. شلت المفتاق. طيب المفراج بتاعنا اديته لفتين علشان يديني تكسيره للبصل، ورحت حاطه قرنين فلفل برده على الوش. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط الطاجن بتاعنا ياخد التشميعه بتاعه الفرن. هطلع طاجن لسان عصفور تشوفوه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونروح حاطين ده يا دوب بس ياخد الشمخه بتاعه الفرن. طبعا هو كل حاجه فيه مستويه، مش محتاجه ان هو ياخد تسويه اكتر من كده. طاجن الكفته معانا، وادي لسان عصفور. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا حاطه على الوش ورقه زبده. بصوا شكله عامل ازاي معانا، مستوي ومفلفل، مش ان هو شوربه لسان عصفور. علشان كده بقول خلوا بالكم من عقد الميه اللي بيتحط، احنا مش بنعمل شوربه لسان عصفور، لا انا بعمل طاجن فلازم ان هو يكون مفلفل زي الرز بالظبط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. بس حاجه بسيطه في النص كده. بس ادي الطاجن اتحرك. بالشكل ده كده طاجن اللسان عصفور معانا. طاجن الكفته في الفرن اللي هو بالتحابيش. معايا ايه تاني في الفرن؟ طاجن التقليه او اللحمه بالتقليه بتاعتنا. هنيجي دلوقتي لطاجن الخضار المشكل. حاجه سهله وبسيطه، ما عندكيش اكل وعايزه تعملي اي حاجه، تعملي جنبها حبه رز بشعريه ولا صنف بتنجان مخلل، يبقى هو طاجن الخضار المشكل. بتقومي في الثلاجه بصلتين على جزرتين على كوستيتين على بطاطسيتين، خلاص الموضوع انتهى. اتقطع كله مكعبات حجم واحد. معايا حبه صلصه طماطم، طماطم مكعبات، بواقي اللحمه المسلوقه بتاعت العيد، حبه شوربه من بتوع اللحمه كده قضيت والحمد لله، مع حبه رز مع حبه لسان عصفور مع بتنجان مخلل، والحمد لله على كده. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. سهله وبسيطه جدا وما فيهاش اي مشكله. كل اللي هحتاجه شويه زيت سندباد، هنزل بالبصل زي ما متعودين، رشه فلفل ورشه ملح. ماشي تمام. عندي لحمه مكعبات، هنشيل كلمه كيلو علشان احنا قلنا دي بواقي العيد، فالكميه اللي موجوده عندنا هنستخدمها. معايا كميه من البصل بصلتين ثلاثه ربع كيلو نص كيلو على حسب كميه اللحمه اللي احنا عاملينها. معايا بطاطس وكوسه وجزر وطماطم كله مكعبات، والبصل نفس النظام كله حجم واحد وكله تقطيعه واحده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شويه زيت، ما حطيتش زبده، عايزه الطاجن بتاعي يكون خفيف شويه علشان هسقيه بمرقه. المرقه اصلا دسمه واخده من اللحمه اللي احنا سلقناها، فمش عايزه ان انا ازود الدسامه بتاعت الطاجن. عشان كده حطيت شويه زيت سندباد، نزلت البصلايه مع رشه ملح ورشه فلفل اسود، وهبدا انزل الخضار بتاعي من التقيل للخفيف. بمعنى يعني ايه من التقيل للخفيف؟ يعني هنزل الاول اللي بياخد تسويه اكتر، اللي بياخد وقت على النار اكتر. بمعنى ان انا هعمل ايه؟ الجزر والبطاطس هما اكتر حاجه بتاخد معايا تسويه، غير الكوسه. الكوسه ما بتاخدش معايا تسويه خالص. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل الاول البطاطس مع الجزر وهديهم تشويحه، وهسيب الكوسه والطماطم في الاخر خالص. هشوح كده زي ما حضراتكم شايفين. صباح الفل يا حبيبه. الو صباح الفل يا حبيبه، عامله ايه؟ و
وانا بموت فيكي. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. لو سمحت عايز اعرف طريقه فتح الباب على السن البرد. عيوني حاضر. هتعملي كحك انت يعني ولا ماما اللي هتعمله؟ احنا الاثنين. انتوا الاثنين؟ تسلم ايديكوا يا حبيبتي. عيوني حاضر. ليك اي طلبات تانيه؟ اسمك جميل قوي يا حبيبه على فكره. نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصوا كده انا عملت ايه وانا بكلم حبيبه. حطيت زيت، حطيت في البصل مع رشه ملح وفلفل اسود، يا دوب اتشوح شويه ورحت نازله عليه بالجزر والبطاطس عشان هما التقال في التسويه، اتقل من الكوسه والطماطم. نزلت باللحمه، اللحمه عندي مسلوقه وكل حاجه، بس زي ما انتوا شايفين كده ناشفه شويه. طبعا مطلعاها في الهواء زي ما حبيبتنا اللي كلمتنا الصبح وقالت اللحمه بتاعتها كانت نيه واغمقت، اغمقت من الهواء، علشان كده انا حبيت ان انا احط اللحمه الاول تشرب من النار شويه. اه هتغلي مع الشوربه ومع الصلصه او مع المرقه، لكن انا عايزاها ان هي تتشوح مع الخضار شويه كمان بالشكل ده كده. ادي الكوسه وادي الطماطم، اسهل من كده مفيش، اسهل من كده مفيش. بواقي عندي لحمه، خدت من كل خضار عندي في البيض وحدايتين، قطعتهم كلهم مكعبات شكل واحد او حجم واحد علشان يبقى شكل الطاجن واحنا بناكله اصلا يبقى شكله كمان كويس، ما يبقاش حته كبيره وحته صغيره. والطماطم حطيتها في الاخر خالص اهي مع الكوسه. هتلاحظوا ان انا مع نزول كل صنف من الخضار بحط رشه فلفل اسود، مع نزول كل صنف من الخضار بحط رشه فلفل اسود. ليه؟ لان انا لو حطيت رشه فلفل اسود من الاول كبيره هتغمق لي صنف الخضار اللي نزل. يعني انا مثلا في الاول حطيت البصل، رشه صغيره فلفل اسود مع الملح عشان يدبل البصلايه، حطيت كوسه وبطاطس، حطيت اسفه جزر وبطاطس، لو حطيت كميه فلفل كبيره هتغمق لي الخضار، انا اديت برده رشه بسيطه، لما نزلت باللحمه ما اديتش فلفل اسود لان هي مسلوقه ومطعمه، نزلت بالكوسه والطماطم رشه فلفل اسود كمان عشان تطعم لي كله يبقى بالتدريج، ما يبقاش في حاجه اغمق من حاجه وحاجه لما تنزل الشوربه وتنزل الصلصه عليها ما يبقاش شكل الخضار نفسه مغمق. الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، بصوا الالوان مزهزهه معايا ازاي. عندي ايه دلوقتي؟ عندي صلصه الطماطم هي الاساس بتاعنا، وهزود واخفها بالشوربه او المرقه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي صلصه طماطم برده من اللي احنا عاملينها في العيد، لو متشال صلصه طماطم من بتاعه الفته اللي هي بالثوم ما فيهاش اي مشكله، مش هتقول لنا لا. بالشكل ده كده اهو. طماطم الايام دي رخيصه، ممكن نجيب ونشيل منها حاجات كتير. ان شاء الله هنعمل حلقه عن صلصه الطماطم وتفريزها باطعمه مختلفه. يعني ايه باطعمه مختلفه؟ يعني اللي هيتعمل بثوم واللي هيتعمل بريحان واللي هيتعمل ببصل واللي هيتعمل ده عشان العيد حضرتك، لكن هي ارخص من كده. بيقولوا لي ان هي الطماطم ب 8 جنيه بس لا، هي عشان العيد بس عشان كانت شده شويه، لكن هي هترجع من اول بكره او بعده هتلاقوها ان هي هبتت تاني، لان هي قبل العيد كانت الثلاثة ب 10 او الاربعه ب 10 بس شدت عشان العيد. كده انا حطيت صلصه الطماطم بتاعتنا. عايزه ايه؟ عايزه شويه المرقه بتوعنا. اروح عامله كده علشان انا عايزه الخضار بتاعنا يستوي براحته. عندي بصل هينزل ميه، عندي طماطم هتنزل ميه بالشكل ده كده، ما زودتش كتير، ده يعتبر مش كتير، مجرد ما يغلي ويساوي الخضار هتلاقوا ان هو بدا ان هو يتقل معانا. بس بالشكل ده كده ياخد غلوتين ثلاثه، مجرد ما الجزر والبطاطس بتوعنا استووا خلاص يبقى الطاجن بتاعي استوى. اللحمه اصلا عندي مستويه، ومجرد ما الكوسه والبطاطس اسف الجزر والبطاطس استووا يبقى انا ضمنت ان الكوسه مستويه، وباقي اي خضار حاطين بقى فاصوليا خضراء زي ما انتوا عايزين، هتحطوا بسله زي ما انتوا عايزين. حته الخضار المشكل دي او طاجن الخضار المشكل ده بيرجع لحضراتكم. بس طبعا كده بتاعنا خلص، ممكن نحط عليه فلفل. لا ده أزهر. ممكن نحط عليه فلفل حامي لو عايزين، مش عايزين فلفل حامي ما نحطهوش. بس كده خلاص ده الطاجن بتاعنا خلص. عملنا طاجن لسان عصفور، نبص على طاجن الكفته ونطلع طاجن التقليه بتاعنا.
بصوا كده معايا طاجن الكفته، لا لازم اطلعه لكم تشوفوه ناحيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما تشوفوه اكون نقلت الطاجن بتاعنا فوق بتاع التقليب. بصوا انا اتعمدت ان انا اطلعه ليه؟ ريحته اولا هايله هايله. بصوا الكفته معايا، بصوا عامله ازاي، ايه اللمعه اللي فيها دي او ايه اللي سواها اولا فيها ليا. تمام، اللمعه دي من ايه؟ من شويه زيت سندباد اللي انا حطيتهم على الوش عشان يسووا لي الليا. ما انا لو حطيته لوحده كده وعليه ورقه فويل الليا هتسلى معانا ومش تدينا اللمعه والتسويه بتاعتها. هتيجوا تاكلوها تحسوا ان هي فيها سنه ان هي نيه او فيها تكه شويه. حبه الزيت اللي رشيتهم على الوش ورحت حاطه الفرن الطاجن بتاعنا في الفرن من غير ما اغطيه هو اللي اداني الشكل ده. مجرد ما خدت الشكل ده ابدا ان انا دلوقتي الفها فويل واحطها تكمل تسويه البطاطس والتحابيش اللي تحتيها. لو انا كنت حطيت الفويل في الاول من فوق وحطيتها في الفرن اللي هي كانت هتسلى، هتلاقوا الكفته دي اتفكه معانا وهتروح مسيله، وهتلاقوا اللحمه اكننا عاملين طاجن بطاطس باللحمه المفرومه من غير ما يكون في صوابع كفته بالشكل ده كده. لكن الحطه اللي احنا حطيناها تحت الشوايه او في الفرن من غير فويل هي اللي شدت لنا اللحمه المفرومه او شدت لنا صوابع كفته بالشكل ده. هرجع ارجعه للفرن تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ونطلع طاجن التقليه بتاعنا. لان هو كل حاجه فيه مستويه، انا كنت عايزه بس ان هو ياخد الشمخه بتاعه الفرن. بصوا بيغلي من الجناب ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم بقى جنب شويه رز بشعريه، شويه رز ابيض من غير حاجه خالص، ويتحط جنبيه عيش مفقع او عيش البلدي بتاعنا اللي جدودنا بيعملوه كده مع بتنجان مخلل، يبقى الحمد لله قوي على كده. هطلع فاصل، هرجع من الفاصل اعمل ايه؟ يكون الطاجن بتاعنا بتاع الخضار المشكل خد غلوتين معانا وحطيناه في الطاجن بتاعنا وحطيناه في الفرن مع رشه جوز الطيب بسيطه كده على الوش، واكون طلعت طاجن الكفته ان شاء الله يكون استوى معانا. ونشوف هنقدم اطباقنا ايه النهارده. الاربع طواجن بتوعنا النهارده ان شاء الله يكونوا عجبوكم. فاصل صغير او شويه صغيرين وراجعين، اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم. يا حبايبي وعملت ايه في الفاصل؟ كل اللي عملته ان انا قدمت الطواجن زي بتاعتنا اللي احنا عملناها. عملت طاجن التقليه بالبصل وهنشوف دلوقتي، او طاجن التقليه الصعيدي هنشوف دلوقتي لما يطلع معانا هيبقى عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نكبر المعلقه شويه. بصوا شكله عامل ازاي. ده طاجن التقليه بتاعنا. شوف اللسان عصفور. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا مفلفل معايا ازاي، ما فيهوش مرقه او ما فيهوش شوربه او ما فيهوش ميه من اللي احنا حطيناها فيه، مفلفل زي الرز بالظبط بالشكل ده اهو، بيتاكل بالمعلقه كده في منتهى الجمال معانا. طاجن الكفته بالبطاطس زي ما حضراتكم شايفينه، اكلتنا الجميله دي ما ينفعش غير البتنجان المخلل معاها وشويه الشاي ابو نعناع اللي هنعمله دلوقتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. في كوبايه صغننه كده، دي بتعدل المزاج كويس قوي مع تعمله التقليه اللي احنا عاملينها اللي باللحمه مع طاجن اللسان عصفور. يعني هتستغربوا من البراد اللي انا مستعملاه، بس هو ده بيبقى الطعم الشاي فيه حاجه مختلفه تماما لما يتعمل فيه وتحط فيه كده عودين النعناع جوه البراد نفسه وياخد غلوه، بيبقى ليه طعم مختلف خالص. مع العيش بتاعنا طبعا فاضل عندنا ايه؟ فاضل عندنا
طاجن الخضار المشكل اللي هنطلعه من الفرن حالا علشان نشوف منظره عامل ازاي. خد معايا الغلوتين ورحت حطاه في طاجن وحطاه في الفرن بس كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الطاجن الرابع بتاعنا اهو. تمام كده معاك. دي كانت حلقتنا النهارده، عملنا اربع طواجن بلحمه بواقي العيد. مش قادره اشيله بقى. نشيله؟ طيب نحاول نشيله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده يبقى ادي الاربع طواجن بتوعنا. عملنا ايه من اول الحلقه عشان حبايبنا اللي ما تابعوناش من الاول ولا عرفوا احنا عملنا ايه؟ عملنا طاجن لسان عصفور باللحمه العصافيري. كل اصنافنا النهارده او كل الطواجن بتاعتنا النهارده ببواقي لحمه العيد. الصنف الوحيد اللي خدنا له لحمه نيه هو طاجن الكفته بالتحابيش بالليه بتاعتنا، لكن الباقي كله بواقي اللحمه المسلوقه بتاعت العيد بتاعت الفت. عملنا ايه؟ عملنا طاجن لسان عصفور باللحمه العصافيري. مسكنا طاسه على النار وحطينا فيها زبده وزيت ونزلت عليها بالبصل والثوم، يا دوب خدوا تسويحه مع رشه ملح وفلفل اسود. وبعد كده نزلت عليهم باللحمه مع رشه جوزه الطيب ومكعبين المرقه وقلبت كله مع بعضه. وبعد كده حطيت عليهم اللسان عصفور اللي احنا محمرينه في شويه زيت سندبات صغيرين بالشكل ده. شوحنا كله مع بعض وكله الطعم مع بعض، تطعيمه حلوه. ورحنا حاطين عليهم عقد الميه او عقد الشوربه لو عندنا شوربه من اللحمه المسلوقه، بس اهم حاجه يكون قليل. احنا ما بنعملش شوربه لسان عصفور، انا عايزه الطاجن يكون مفلفل معايا زي ما حضراتكم شايفين كده، اكله بالمعلقه لكن ما يبقاش فيه شوربه. ده بالنسبه لطاجن لسان عصفور. بعد كده رحت حطاه في طاجن ورحت قافلاه فويل وحطاه في الفرن حوالي تلت ساعه، مش اكتر من تلت ساعه، طلع معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. عملت ايه تاني؟ عملت طاجن التقليه باللحمه. يعني ايه طاجن التقليه؟ يعني طاجن اللحمه بالبصل بس بطريقه الصعايده على دماغنا من فوق. طبعا بصل اكتر من اللحمه، اكتر من كميه اللحمه يعني ضعفها. كيلو بصل عليه نص كيلو لحمه، 2 كيلو بصل عليهم كيلو لحمه مسلوقه اللي بواقي عندنا، بتقطع شرايح زي الشاورما زي ما عملنا بالظبط. زيت مع زبده، حطينا البصل، ادينا له تشويحه مع رشه ملح وفلفل اسود، دبل معانا وهبط خالص، والكميه بتاعته اللي كانت هيشه قد كده بقت اقل علشان ان هو هبط معانا وبقى ادينا تقل، مش عايزاه يتحمر، عايزاه بس ان هو يتشوح ويدبل معايا. خد التشويحه التمام بتاعته، حطيت له التوابل بتاعته ورحت نازله عليه باللحمه المتقطعه. خد غلوتين وروح خد تشويحتين ورحت نازله عليهم كمان بكوبايتين صلصه طماطم. عندنا صلصه طماطم بتاعت الفته ماشي، ما عندناش يبقى هنعمل حوالي نص كيلو طماطم كده هنسلقه ونقشره وبعد كده نضربه في الخلاط ونحطه عليه نتبله، نظبط التتبيله بتاعته ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه، بس مش عايزه ازيد من كده. هتلاحظوا النهارده جوزه الطيب هو اللي موجود في كل حاضر في كل الوصفات بتاعتنا، مش حاطه ولا بهارات لحمه ولا بهارات اي حاجه خالص، انا كل اللي مستخدماه ملح وفلفل اسود، لو زودت مزوده كمون وكزبره، اكتر من كده مش عايزه. شوحت كله مع بعضه وخد غلوتين، رحت حطاه في طاجن وحطاه في الفرن وطلع زي ما حضراتكم شايفين، يتعمل جنب رز ابيض رز بشعريه وصحتين وهنا على قلبكم يا رب. طاجن الكفته بالتحابيش، حطينا الكفته كلها في مقاديرها في بوله، كانت كفته لحمه مفرومه ليا توم تفل بصل ملح وفلفل اسود، اكتر من كده مش عايزه. دعكت كله مع بعض وعجنت كله مع بعض ورحت مصبعه بميه البصل ورحت حطاه على التحابيش بتاعتنا. كانت التحابيش بتاعتنا عباره عن ايه؟ بطاطس طماطم شرايح، فلفل رومي شرايح، فلفل حار شرايح، شويه زيت سندباد حوالي ربع كوبايه ومعاهم بقدونس مفروم ورق بس من غير العيدان. قلبت كله مع بعض ومع بعض مع ملح وفلفل اسود وحطيت التحابيش بتاعتنا في الطاجن، رحت رصه الكفته من فوق الوش ورحت حط عليها قرنين فلفل من فوق وحطيتهم في الفرن، طلعوا بالشكل بتاعنا ده الجميل وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. طاجن الخضار المشكل طبعا اسهل منه، مفيش اي خضار عندك في البيت طلعيه، عندك بسله، عندك جزر، بطاطس، كوسه، طماطم، بصل، كله مع بعضه. تشوحنا الاول عايزاه يكون طاجن خفيف،
حطيت زيت سندباد ما حطيتش زبده، شوحت فيها البصل بملح وفلفل اسود، وبعد كده نزلت بالخضار التقيل الاول. يعني ايه التقيل؟ اللي هو بياخد تسويه عن اللي قبليه او عن غيره، اللي هو الجزر والبطاطس حطيتهم الاول، خدوا تشويحه مع رشه فلفل اسود، وبعد كده رحت نازله بالكوسه والطماطم واللحمه خدوا تشويحه هم كمان، ورحت نازله بصلصه الطماطم وشويه مرقه، خدوا غلوتين ثلاثه ورحت حطاهم في الفرن، وطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا الغدوه بتاعتنا او الوصفه بتاعتنا ما تنفعش من غير بتنجان مخلل اللي حضراتكم شايفينه، عيش البلدي بتاعنا، كستوبان الشاي ده اسمه كستوبان، في مطروح بيسموا البراد ده بالكوبايات دي اسمها زرده، يقول لك انا عايز زرده شاي، يعني زرده شاي يعني براد صغير معاه كوبايه، هو بتفضل تشرب كده لحد ما يخلص البراد، احلى شاي ممكن تشربوه من الزرده ده او من الكستوبان الصغير ده. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، اتمنى اكون النهارده كنت ضيفه خفيفه عليكم وحشتوني، علشان كده كنت عايزه ان انا افضل معاكم النهارده اكتر وقت. وصفاتكم اللي طلبتوها مننا النهارده ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي هكون عاملاها، مش هقولها بس لا ان شاء الله اكون عاملاها على الطبيعه. هسيبكم من النهارده لبكره في حفظ الله وفي بركه ربنا ان شاء الله، وربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعيده، واقول لكم ايه؟ اقول لكم السلام عليكم.